Yeah. I said niggas pop shit all the time. Me, I don't trip cause they know I'm never lying. Look in between the lines, feel like Ali in his prime. As-salamu alaykum, alaykum salam. Peace to my slimes, peace to my grips. Neighborhood police and they always on the shift. Protect my bloods, look out for my cuz. When it's all said and done, we be the realest there was. Who else if just not us? If you bout this revolution. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم طيبين. وعدنا لكم من جديد، هذا يعتبر ثالث فيديو لي بفانغارد. والفيديو هذا يعني طبعا لقطات جبتها بعد طلعة الروح، لان تعرفون اللعبة جدا صعبة، مو شوي، حيل صعبة. فيعني هذا اللي طلع وياي، والحمد لله اللقطات يعني زينة لا بأس فيه. بس هالمرة قبل ان شاء الله نبلش باللقطات، بوريكم كلاسي المفضل اللي هو هذا. طبعا انا مسوي له جلتش الكار، فاحط لكم قناة صاحبي يوسف يسوي جلتش. طبعا مو هذا اللي انا حاطه، موجود هني هذا حق مال الشتغن، يسوي جلتش 20 طلقة عشان الدمج ما يطيح. عموما راح احط لكم القناة بالدسكريبشن ان شلون تكون الجلتش هذا. طبعا هذول الاتاتشمنتس اللي انا استخدمهم، اللي يبيهم يقدر يستخدم هذا، تقدر تحط هذا او الفابريك اللي يناسبكم. هذا هم من زين واثنين، بس يطيح شوية لديه. بس هذا كلاسي. وطبعا خلنا اشوف لكم الانسيفتي هني 22 حاطة افتر زوم، وحاطة ليجسي طبعا. والسبيد انا حاطة طبعا اللي هو حق الزوم هذا اللي 4.5. وبس هذه الاعدادات، وطبعا الدي بي اي مالي 3000 انا حاطة. بس اخليكم تكملون الفيديو، ما قصرتوا، لا تنسون تسوون شير لايك وتعلقون. ويعطيكم العافية شباب، والسلام عليكم.
الله يا سلام طيبون ناكل الدنيا يا سلام.
شوت فيه. ليش يموت كذي؟